السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بعد ما وصلت لمدينة لوزان وبقى عندي الوقت باش ندخل للدار، لكن قلت راه ندير لكم واحد الفيديو شوية على المدينة. هذه لا بلاص ديال لاكار، ايوا الطاكسيات اكوكو صافين. هناك اشغال دائما الجديد اصلاح. المهم الضرائب راه كتمشي تستغل في اشياء في صالح الشعب، في صالح البلاد. الشعر الأخضر عندنا الحق نقطعو، عمركم شتو الشعر كاروت والشعر بلو روا؟ هو هادو اللي قدامي. هادو هذا خوتي هو لافاس ديال لاكار، لا غارد لوزان هو هذا. بعد قليل غادي نمشي نشد ندير الروتور للدار. هي لا سال داتون ديال المحطة، ما كانتش بحال هكا ولكن غيروها. هما دائما تيديروا شي حاجة اللي تبان انهم راه خدامين وانهم راه داروا الجديد، وحنا طالع علينا معاهم وصافي. هذا المكان نشوف اش من فوا في ليكرون اللي غادي نشد. ترى اللي غادي يديني للدار الحي ديالي.
ايوا الخوت على هاد المشهد ديال المحطه والقطار والناس، استودعكم الله الذي تتم بنعمه الصالحات. ايوا الله يحن علينا جميعا والله يحفظكم. ايوا كما العاده المشاركه في القناه بالنسبه للناس اللي باقي ما مشاركينش، ساندونا الله يحفظكم، والتعليقات ديالكم والاراء ديالكم وحتى الاسئله اللي بغى يطرح شي سؤال نجاوبوا عليه، ما كاين حتى مشكل. ايوا الله يحفظكم وخلي لكم على خير، تبارك الله عليكم.